وفتي هو جامين يو سيرك وسرد قرشين تقرن كسومالي لان محمد ابراهيم ادم قبيتر يا بني مدي حالي سوق غاري مقالة مدح تقبل كسنة جا عير جابو وحنا وفتي قدولات كقلب دي مقالة عير جابو كسود ويي برسب كقبل كسنة جا مسؤولين كلي وحنا قورين بهل كاسيك ادلي قدوميها قبل كسنة جا احمد عبدي فلي وسيرك كسود ويي قبل كا مدير وزير كسور دوو قبل كسنج قرها لعم قال ماذا حضا عرقابة قبل كسنج هذا محل كنا لكسور دوو إنه وزير كقرشي تقرك كمورية السوبالي لان مضانة قبيترة مضانة قبيترة أي لكسور دوو إنه قدهان قبل كو مدير وزير وأن بتجليه وبرواقه إلهي بامهات سكله سبحانه وتعالى نمع عادي أضف ربضان أي إلهي نوش شوي وحان الله يكرر جيني إنه إنه قال سبحانه وتعالى إنه سياديو بريتين سداد كور قبطو أما أدوكو بقاد إلا إيو طريقة دير يتراقة دير أصوى مرتي ومناسبة دي لعيه اللي باتي تشيرستي إيه سداد يتوان كمي وبريتو إن شاء الله أدسيب ويالتي إنا دقال قيب جيري دون تهدي الله كردقو فرريسينكا وضوه الرئيضوطو إيو وليبا مناسبة دي كهان الكيدي با آدي آد باركوشو دوينينا جبا جبا دينا واحا هالكاسي وچيد كسعدال كيسا فاهفاهين كبحيي وسير كوسارد دا قرشين تقرن كسومالي لان محمد إبراهيم آدن قبية تري وحنا آدي آد وقفر حسنين ان كسو قيب قلواني مادو حفلة دا 18 مي ان لقيب سدو قبل كسناك او قبل دا وبلاران قبل كا ودن كسومالي لان وليبا كلا قيب قلو صاحب كي أحمد عبد الفلاي قدوميها يجي أن أنا صاحب كجار كاكا هين مركنا هاد قدوميها قبل كتصدر أن أدب فرحة جلنسة وأنا مركي يجوه الرئيسي أن بوقشوك في مدينة وسير كان نقد قبل كسنك الحمد لله وحنا أدي أد أن وقف رح سنة إن روب كي أو إلى يبرع أو إلى يعرق أبوي سيستا أو إلى هاي نجت شبيه أن أبار بامبا وليبا قبل كان هاو بدناتي أبار بامبا إن هاي سي أبار تاس إلى هاي وين نقصه تشبيهي حريد و إلى ما أنت أنت نسوس عنا إلى أبتنا حريد من وارك نودد هريري هذا روب كو سيستايل هرقي سيلا هلكن الحمد لله سيدو كلينا وسير قبيا تري وحا وكاد لي كرمي رو وكو سماين دونو مدد وكو سنغي هاي قبل كاسنان مشاريع ده هاي ده يس دي افكا ودو قبل كاسي مركي غورا كرمير بان كتشري مشروعي اس دي اف لورنشري او قبل دوردن marka waan soo maray ilaa shan gobol baan soo marnay gobolkan iyo sool baan u haray sool iyo sanaag baan u haray waxaan nala socda wafdi dhamaan ka kooban secretarialka SDF waxaan kormeeri doonaa qaybta caafimaadka qaybta educationka iyo qaybta biyaha baan markay xuska aanu dhameysano bari waa idin la joogina labada cisho ugu dambeeya intaasi kabdibna waxa wafdiga wasiirka loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyrigaabo si kastaba ahaatee waa markii uu horeeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahim Aadan qabiyay tiray socdaal ku yimaado gobolka Sanaag tan iyo intii loo magacaabay wasaaradaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Ceyrigaabo